يمكن اعتبار القوانين المنظم الأول للعلاقات في الدول، إلا أن القوانين هذه ساعات تتسم بالطرافة وتتسم بأنها تخرج عن حدود المعقول. واليوم مع بعضنا باش نشوفوا أكثر 17 قانون موجودين حول العالم يتسموا بالطرافة، باش نشوفوا الدول اللي موجودة فيها القوانين هذه. ولكن الحاجة اللي لازمنا نعرفوها أنه بعض القوانين هذه أصبحت قوانين متروكة، يعني تم التخلي عنها وما عادش يتم استعمالها، لكن أغلب هذه القوانين ما زالت صالحة وما زالت نافذة إلى حد الآن. في خبر جيد للفنانين، فأن ولاية وايومينغ في الولايات المتحدة الأمريكية تفرض على أي شخص يشتري منزل قيمة المنزل هذه تفوت 100,000 دولار، فأنه يصبح من الإجباري عليه أنه يشتري قطاع فنية تفوت قيمتها 1% من قيمة الإجمالية للمنزل. القانون الموالي جينا من أستراليا، وين تمنع الحكومة الأسترالية مواطنين متاحة من الاحتفاظ بكميات تفوق 50 كيلوغرام من بطاطا. في قانون آخر غريب، فإنه في بعض المناطق في سويسرا يمنع منعا باتا استعمال منظف المرحاض بعد الساعة 10 ليلا، وذلك تفاديا لإزعاج الجيران. كما نعرفوا فإنه سنغافورة هي أحد أنظف البلدان في العالم، وربما من القوانين الغريبة في البلاد هذه ولكن اللي عندها معنى، إنه يمنع منعا باتا في سنغافورة على أي شخص شراء أو استعمال العلكة داخل أراضي هذه الدولة. إذا أردت الدخول للمرحاض وما لقيتش مرحاض عمومي وكنت في اسكتلندا، فاعلم أنك محظوظ، لأنه القانون الاسكتلندي يمنحك الحق الكامل في أنك تدق الباب على أي دار وتطلب منهم الدخول للمرحاض، ويعاقبهم القانون إذا ما خلاوكش تدخل. القانون اللي بعده من اسكتلندا كيف كيف، وربما يتساءل كثير من الأشخاص على التنورات اللي يلبسوها الرجال في اسكتلندا وعلى الملابس اللي ترتدى مع التنورات هذه. ونحب نقول لكم لهنا أنه القوانين الاسكتلندية القديمة تمنع أي رجل من ارتداء ملابس داخلية تحت التنورات هذه. القانون الغريب الموالي جينا من سان فرانسيسكو، وين يمنع منعا باتا على أي شخص أنه يقوم بإطعام الحمام في الأماكن العمومية. والحمام أو كما يسمى في سان فرانسيسكو بالفئران الطائرة يتم منع إطعامها، وذلك تجنبا لاكتظاظ الساحات العمومية بها. القانون التالي جينا من دولة ساموا، وفي قانون غير مؤكد فإنه يعاقب بخطية مالية كل رجل في ساموا ينسى يوم عيد ميلاد زوجته. عكس الطبيعة البشرية وعكس ما يصير في الدول الكل، فإنه القانون التالي جينا من البرتغال، وين يمنع على أي شخص التبول في البحر. كيفاش باش يعرفوا أن الشخص هذا تبول؟ الله أعلم. كما نعرفوا في أغلب الدول في العالم، فإن الحكومات تسعى ديما أنها توعي الشعوب متاحة بمضار السمنة ومخاطرها، إلا أن حكومة اليابان شافت أنها تاخذ خطوة أجرأ من الخطوة هذه وقامت بتجريم السمنة. تسعى أغلب الحكومات للحد من مظاهر العنف العائلي والحد من مظاهر ضرب الأزواج للزوجات، إلا أنه مقاطعة هانتيكتون في ويست فيرجينيا تسمح للأزواج بضرب الزوجات طالما أنه الضرب هذا يوم الأحد وفي مكان عمومي. المعروف على الألمان الجدية في شتى مجالات الحياة، والجدية المرة هذه اكتشفنا أنها تكون عندهم منذ الولادة، إذ أنه الحكومة الألمانية تفرض على المواطنين الألمان اختيار اسم واضح للمولود باش يتم التعرف عليه إن كان ذكر أو أنثى من خلال اسم فقط، وهذا ما أدى إلى منع العديد من الأسماء في ألمانيا. ومن الأسماء اللي تم منعها اسم ماتي مثلا، والسبب أنه اسم ماتي ما تعرفش من خلاله إذا كان المولود ذكر أو أنثى. شكون يعرف شني الأسباب اللي تخلي دجاجة تجتاز الطريق؟ الله أعلم. ولهذا فإنه الحكومة الجورجية قررت أنها تمنع المواطنين متاحة من ترك دجاجهم يجتاز الشارع. بعد حديثنا عن الحكومة الألمانية وسياسة التسميات في ألمانيا، فإن الحكومة الدنماركية خذت خطوة متقدمة على الحكومة الألمانية من خلال وضعها لكتاب يحتوي على 7,000 اسم، ولك الحق فقط في اختيار اسم المولود الجديد من بين الأسماء هذه. يعني إذا كان اخترت اسم خارج الكتاب هذا اللي فيه 7,000 اسم،
فللأسف ما تنجمش تسمي ولدك بالاسم اللي أنت اخترته، ولازمك ترجع للكتاب وتختار منه هو الاسم للمولود الجديد اللي عندك. أي شخص يستمع للإذاعات الكندية ينجم بسهولة يكتشف أنه الإذاعات هذه ديما تمرر أغاني كندية، وربما البعض منا تسائلوا على السبب، والسبب بكل بساطة هو وجود قانون في كندا يفرض على هذه الإذاعات تمرير على الأقل نسبة 35% من الأغاني متاحة أنها تكون ذات أصول كندية. في خبر سيء الأحباء قتل البيكفوت، فأنه في ولاية بريتش كولومبيا في أمريكا فأنه قتل البيكفوت ممنوع بالقانون. الغرابة ما تجيش لهنا، الغرابة تكمن في أنه مخلوق البيكفوت أصلا هو مخلوق أسطوري، يعني بلغة أخرى تم منع قتل مخلوق أسطوري. وفي آخر قانون غريب عنا اليوم، فأنه في سويسرا تم منع تسلق جبال الألب بدون ملابس. يقول القائل علاش تم وضع القانون هذايا، وشكون باش يتسلق جبال الألب من دون ملابس؟ لكن الحكاية هذه صارت، وعام 2009 تفاجأت عائلة بوجود متسلق الجبال الألب اعترضهم وهو من دون ملابس، ومن وقتها تم منع الحكاية هذه. كالعادة المصادر تلقاوها موجودة في الديسكريبشن. إذا كانت عندكم قوانين أخرى غريبة تنجموا تحطوها لنا في كومنت باش نقراوها لعباد الكل. إذا كان عجبكم الفيديو ما تنساوش باش تنزلوا لايك وباش تنزلوا سبسكرايب للقناة، ونشوفكم في الفيديو القادم إن شاء الله.